لماذا قدم الإمام عادل على غيره؟ لكثيرة مصالح الناس المتعلقة به. ما مفرد كلمة مناصب؟ منصب. على ما تدل عبارة فاضت عيناه؟ تدل على الخشوع والخوف وهو بين يد الله وحده. كل ثلاثة من الذين يظلمهم الله في ظل الإمام عادل شاب نشأ في عبادة الله عز وجل، شغلا قلبه معلق بالمساجد.